بالتفاؤل استقبل أيمن عقيل قرار استبعاد المؤسسة الحقوقية التي يرأسها ضمن 20 منظمة أخرى من القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لمنظمة المجتمع المدني. هو أكيد طبعا صدور القرار في هذا التوقيت، وكان يسبقه أيضا صدور اللائحة الخاصة بقانون 149 اللي هو جه بعد قانون 70 اللي احنا كنا واقفين ضده، قلنا هذا القانون غير دستوري ويعيق عمل منظمات المجتمع المدني، وسيادة الرئيس أمر بأن تشكل لجان لإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية. أعتقد كل ده بيقول ان من السنه الجايه ان شاء الله هيكون في علاقه جديده ما بين المجتمع المدني وما بين الحكومه المصريه وما بين كمان المجتمع الدولي. القرار الذي اصدره قاضي التحقيق يمثل فصلا جديدا للقضيه التي بدات عام 2011 واتهمت فيها جمعيات اهليه بتلقي تمويلات من الخارج واستخدامها في انشطه محظوره، قضية كانت سببا في مغادرة الحقوقي أحمد سميح مصر، والذي يرى أن القرار الأخير لا يمكن أن يؤشر إلى قرب انتهاء القضية. هم ليه 20 منظمة من 60 إلا لو كان في تدخلات سياسية في الموضوع؟ وأنا بسأل السؤال ده لا أستطيع أن أقول إنه وفي خلفية عقلي، يعني أسئلة سياسية مرتبطة باختيار محدد علشان إرسال رسالة للعالم مختلف. ما أعتقدش أن دي مقدمة لانفتاح أكبر سياسي في المجتمع، أعتقد أنها طريقة لإعادة التموضع وليس لإعادة التفكير. وخلال السنوات الماضية تمت تبرئة 43 متهما في القضية مع إغلاق عدد من المراكز الحقوقية الأجنبية، بينما لا يزال الشق الثاني الخاص بالمنظمات المحلية لم يحل بعد إلى المحاكمة. كما جاء القرار الأخير أيضا عقب الإفراج عن مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. قضية التمويل الأجنبي تظهر مجدداً مع تبرئة ساحة 20 منظمة غير حكومية، قرار يفسره البعض على أنه استجابة شكلية لضغوط دولية بتخفيف القيود المفروضة على المجتمع المدني، ويراه آخرون بداية لتغيرات قادمة في ملفات حقوق الإنسان داخل مصر. أحمد حسين، الحرة، القاهرة.